وعندما بدأنا بالغسل وتقبيله نحن ووصولنا نحن، وأقسم بالله أني أشهد الله على ذلك، بدأ وجهه يزداد نورا وبياضا وابتساما، مما فصلناه أنه لم يقبل الضيم حيا وميتا، رجلا كما عهدناه لا يعطيهم وجه الرضا أبدا هؤلاء الخونة. ثم شرعنا في غسله، ومنذ ثم كلما زدنا الماء والغسل كلما ازداد وجهه بياضا ونورا وإشراقا، وأقسم بالله مرة أخرى أني أشهد الله على ذلك. ثم بدأنا تكفينه، وفي المرحلة الأخيرة من تكفينه بشرنا الله بأذان الفجر الذي نشهد الله أن أبانا لم يضيعه أبدا حاضرا في المسجد حتى عندما كان حاكما، ونشهد الله أن رفقاء السجن أبلغونا أنه كان يوميا يرفع أذان الفجر في السجن، فساق لنا ربنا لنا البشرى. وعند الانتهاء من تكفينه حاول بعضهم حمله معنا، فرفضنا أن يحمل جسمانه الطاهر أيادي هؤلاء الأنجاس مرة معنا. ثم انتقلنا إلى المسجد، ورفضنا أيضا أن يصلي أحدا منهم معنا عليه، ثم رافقه في سيارة الإسعاف إلى مسواه الأخير أنا نجله عبد الله وزوجته نجلاء وأيضا باقي أشقائي ولكن في سياراتهم، وأسامة مع أجهزة الأمن. ثم وكان يرافقنا المئات أو الآلاف من قوات الأمن أثناء الذهاب إلى المقابر، مما فسرناه أيضا أنهم يخشونه حيا وميتا.